فانا كنت بوضح له الرؤيه ان اغنيه حاجه مستخبيه بتاعت الاستاذ حمائي هي اللي كانت يعني اللي انا عرفته ان كان في ناس بتتكلم وفي بعض الاشخاص كده من الناس قالوا ان هي في لحن تركي لحن مش عارفه ايه لحن ايه. قعدنا مشكله جديده تواجه حسن شاكوش مع الفنان محمد حمائي. ظهر الفنان ومطرب مهرجانات حسن شاكوش مع الإعلامي عمرو أديب، وسألوا الإعلامي عمرو أديب عن أغنية بنت الجيران إن اللحن بتاعها مسروق من أغنية بنت الجيران، لكن حسن شاكوش كان رده غريب شوية أو رده فيه إساءة للفنان محمد حمائي وملحن الأغنية. وقال حسن شاكوش إن أغنية بنت الجيران اللحن بتاعها خاص بحسن شاكوش أو بالملحن اللي لحن أغنية بنت الجيران، لكن أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حمائي فهي مسروقة من لحن تركي. وطبعا هنا حسن شاكوش بيقصد ان الفنان محمد حمائي سارق أغنية او سارق لحن أغنية حاجة مستخبية من لحن أغنية تركية. طبعا بعد الكلام ده حصل مشاكل او بدأ يطلع كلام من ملحن أغنية بنت الجيران التهديد لحسن شاكوش انه هيعزف أغنيته من على اليوتيوب. فطبعا حسن شاكوش حب يوضح الامر واكد ان هو ما يقصدش ان هو الاغنيه مسروقه، لكن يقصد ان الاغنيه بنت الجيران وحاجه مستخبيه اللحنين غير بعض تماما، وهو قال ده في فيديو على حسابه على الفيسبوك. انا طالع اقول وجهه النظر اللي انا قصدي فيها، ان انا مش قصدي ان انا طبعا يعني اغلط في حق حد، لان انا من طبيعتي اللي انا ما بحبش اغلط في حد، والحمد لله كل الناس عارفه ان انا عمري في حياتي ولا غلطت في حد ولا جبت سيره حد. انا في شغلي وفي حياتي انا ماليش دعوه باي حد يا جماعه في المجال ولا في الشغل، كلهم اصدقائي وكلهم اخواتي، وربنا يكرم كل الناس ويرزق كل الناس. فهي دي وجهه النظر اللي انا كنت بعرفها للاستاذ عمرو، ان اغنيه بنت الجيران بتاعتي واغنيه حاجه مستخبيه بتاعت الاستاذ محمد حمائي، وطبعا اللي ملحنها له طبعا اخويا وحبيبي طبعا الاستاذ مدين. طبعا هو دوت الخلاف كله، وطبعا مدين احنا متكلمين مع بعض قبل كده كتير، ومدين طبعا من الملحنين الشاطرين جدا، وانا طبعا على المستوى الشخصي هو اخ ليا وانا بحبه، وربنا يكرم كل الجميع. انا هي دي النقطة يا جماعة ان اللي انا طالع اتكلم فيها. طبعا تحياتي لكل أسرة العمل طبعا بتوع حاجة مستخبية، إخواتي وحبايبي، وأنا ما بحبش حد يا جماعة يزعل مني، ومدين أخويا وحبيبي طبعا، ولو في أي سوء تفاهم حصل أنا بقول لكم ما تزعلوش، وكل خير إن شاء الله، وكل الناس ربنا يكرمها، وأخويا وحبيبي أحلى مدين حبايب قلبي. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.